يا هاي يا هاي يا صحيت صحيت عاوز راك معايا يا هاي يا لا 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 وهاي يا يا لا لا يا يا خير ان شاء الله هاني نشوف لك زاي روح 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 من بك المراه المراه راح تضرب بها من الجمعه بج راني زاهي وفرحان ما نلقاش خير من هكذا يزح سبحان الله يعني انت على حسابك هناك وراحتك لما تغيب مرتك قولها وعاودها يا اهل المدينه يا حضار خير ان شاء الله وجاب لنا البراح ثاني قرب جبت لكم عند سيدنا الحاكم هذه الاخبار الغله راهي موزونه بالقنطار نستفادوا منها كبار وصغار قمح وشعير والحمد لله ربي على هذا الخير الحمد لله الحمد لله الحمد لله الرزق كثير ازرب 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 بالراح راك سقتها لي هنا هات ما تكونش ديه جديده برك يا الحواس يا اخي دفعنا كل ما لازم مشيت الحمد لله الرزق والغله كافيه حتى الديه ثانيه ما عندنا ما نقولوا فيها الصبر الصبر ما تقلقوش بالعقل ما تخافوش من سيدنا الحاكم راه يخمم كيف العسل نفرحوا بالغلة وينحي عينه هذا غبن وهذا الكسل راح يتنظم سباق للخيل والفارس اللي يفوز عنده 100 دينار 6 خرفان وزوج عجول الله يبارك انهار الجمعة بعد الصلاة تتلم الفرسان واهدر يا هالدار انهار الجمعة تتلم الفرسان واهدر يا هالدار يا اهل المدينة يا حضار جبتكم من عند الحاكم هذا الاكبر سمعته سمعت سمعت قال لك 100 دينار للفايز من سباق الخيل جامله كامله ومعها زوج خرفان وزوج عجول هذا صح والله منام والله ان الخبر يفجع القلب ينعي الفقر والدمار يفك بنادم من كربته لازم لنا نشاركوا هذه فرصه العمر ولازم لنا نشاركوا ها نشاركوا ما نظن حتى فرس يقدر يسبقني جوادي من احسن خيل المدينه ما يلحقوا حصان ما تشدوا فرس غير الغبار 100 دينار نزيد نبيع الخرفان العجوله نشري ارض جاري ونوسع في البنيان ها هو الفرس قادره وتتحمل المشقه وكي تجري كي البرق والبرق يربح الغبار هي وما راكم غير تحلموا هي هي قدام من مره جوادي يغلب جيادكم في هذه ما كان غير انا اللي نربح نعاود زواج نجي فيها وحده صغيره شابه ومسراره وراكم معروضين لعرسي اذا كان السباق بالجمعه بربي ان شاء الله الاثنين ندير الفاتحه وراكم معروضين للعشاء يا جماعه ما تنسوش المدينه فيها فرسان 100 دينار لازم لها حيله شكون يا يكل عندهم بهاي محمير كي مجحة ما ينوض غبار ما يقلقوا ذبان أنا نروح نطلع الزريبة نشوف الفرس نتاعي ونوجد روحي هيا السنة ما عليك يا السنة فرك ريح هذه الحكاية لازمها دبارة وتخميمة مليحة هيو باغي الهدية تهرب من يدينا لازمتنا حيلة وخطة صح هيا ندخل وين منكم بالصح يا جماعه راحين تشاركوا انني ما عنديش الحمار راكم عارفين فيش لو ركايبو اكبر ورهم انت واش خاسر دير النيه يا اخي مكتوب على ربي في رايكم انتم الحمار يغلب الفرس والحصان وعلاش لا ما تدريش انا يا جماعه راني نشارك ولو كان نخسر راني ما نندمش خير ما نقعد نقول لو كان ربحت لو كان درت راهي 100 دينار يا رجاله 100 دينار خير عندك الحق الواحد يشارك لاش تخسر خير ما يمرض ويبقى يطلع ويهبط وانت يا عيسى راح تشارك هاني نقولك والله نشارك ولو بنعجب نجرب زهري وزيد نقول انا راني قادر نسلف فرصه كحله كالغراب ومقدوده كاللبان من عند نسابي العزاز يوم الجمعه تسمع بخباري وراني نقولك تشوف سي عيسى وش يدير حتى انا سامحني نروح نشوف البغله كاش ما يخصها نعلفها ونتهلا فيها
يا راني جاي، راني جاي يا حبيبتي، راني جاي نتهلا فيك ونقوم بك. راني جاي. أراني جاي يا مول عين، أنا جاي. أراني جيت يا عزيز. كولي كولي يا عزيزتي، وش بعي كولي، أراني معقول عليك تهزيني وطهر بيبيا ونفوز انا وانتي. منا للجمعه يلزم تكوني واجده قبل ما تجي هذيك المصيبه من دار مواليها. انتي ديري لي عليك والباقي علي انا شي ما يخصك. مح مح مح. اه يا واحد الخاين، يا واحد الخاين، تعالوا تعالوا يا سنة، يا واحد الخاين، يا واحد النكار. انا قلت لك راني رايح لماليا نهار كامل وانت مخبي عليا، ها درتها بيا. اما اما قلبي، شكون هذه؟ جنس ولا ونس؟ شكون منين الجنيه منين طاحت عليا؟ واش جابك مصيبه؟ واش رجعك؟ شكون هذه اللي كنت تهضر معاها؟ ها قالوا لي عليك ملاعبي وخبيت. ها هيا انت قلت شكون شكون اللي مخبيها في الكوري؟ شاريلها قاديلها ومعول تهرب معاها نهار جمعة. درت حسابك؟ ها غسلي يا حبيبتي، قولي يا حبيبتي، اليوم نكسر لها راسها، اليوم اليوم اليوم. اضحك يا برد القلب، زيد اضحك، اليوم نعلقك بك بيها. وين هي؟ وين راهي؟ اخرجي، وين راهي؟ وراك مخبيها؟ هذه هي، هذه هي حبيبتي، هذه هي بمو عينية، هذه اللي راح نهرب معها نهار الجمعة. صار هذه حبيبتك البغلة. هالبغلة يس يس. ولا يجحى راك حقرني، قادر نربح وكسر العود اللي تحقرو يعميك. ما كان لا تحلم وتتغر يا حماري، الحمار حمار والعود عود. هذه معايرة ولا واش؟ ما تتحيرش ما تتحيرش، انت حماري وتبقى حماري، وانا نبغيك وعمري لا نفرط فيك. شفت شفت كيفاش رجعت نشعر؟ هيا خلاص هيا هيا نروح. وي ار ار حلي الباب مخلوقة، حلي الباب. يا مرا حلي الباب، حلي الباب، خليني نفهمك انا على الشيطان. حلي الباب يا مخلوقة، حلي الباب. اوه واش بيه جاري الحواس اليوم؟ هو ماهوش في حواله. يا مرا حلي الباب، خليني نفهمك. يا مرا يا مرا حلي الباب، واش ديري لنا في تبادل واش داك دار الناس؟ شحال اللي بغيت نفهمك. شكون يتفاهمها هذه؟ جحا جابك ربي يا جحا خويا، جابك ربي. شوفها تحلي الباب نفهمها واش صرا. هاك تشوف يا جحا خويا، هاك تشوف ضربتني وهربت لدارك وما بغيتش تحل الباب. شكون هذه؟ شكون شكون؟ مرتي. مرتك؟ مرتك ما يشرح عند ماليها؟ احكي لي واش صرح، احكي لي وقول لي شكون يعمل فيك هكذا. راني نقول لك المراه نتاعي هذيك المصيبه يا اخي رجعت. لونجا حلي، هذا انا جحا. يا سيدي واش كاين؟ واش صرا؟ واش صرا؟ سقسي صاحبك، وجهه صحيح وجاي يصحح فيه. هادي مليحة، الراجل بدلني وباه بالبغلة. البغلة؟ فهموني. ايه يا راجل، المرأة راهي تخرف. هيا مشي مشي قدامي للدار درك نفهمك. ننصحك ما تخشنيش راسك، راني لو كان نطرطق غيخلات.
بالكفاره وصيام العام وتقرب ليا ماهي فاريه. لها سيدي تفرعن عليا، روح تفرعن على البغله تاعك. دركا تقدروا تفهموني واش كاين واش صرا، واش هي الحكايه هذه تاع البغله يا لونجا؟ جارتي عندها الحق، راهي تقول باللي راجلها صار يقضي في قضيان غالي للبغله نتاعو، يوكل فيها في فاكهه وفي خير عمرها هي ما كلاتو. الراجل يا جن يدير فيها سكاره. البغله لو كان جات تاكل اللحم لو كان راه يشوي ويحط لها. وانايا معمر لي كل شيء بالخبز اليابس واللبن، حتى الريح نفخني. شحال راهو فايق بك، ما تخبي ما تدرك راسك. شحال على بالو يا ويلي، انت عارف باللي السيد هذا يوكل في البغله نتاعو في الفاكهه. مالا متفاهمين، الزوايل توكلوا لهم في الخير وحنا توكلوا لنا في العلف. ايه يا جارتي العزيزه، الرجال ساليني نقول لك يضيعونا ويبيعونا بكشور اليابسه. واش ضحك فيك؟ انا كيما طلعت حساباتي ما فهمتش واش بيه الحمار هز صحته. اسمان وزيان. ايه يا سيدي. ايوه هذه قاتلهم يحبسوا، انت ثاني. هي ثاني هاك تشوف. يا مرا افهميني وحلي راسك شوي، بالفرص نتاع ولد عمك راح تطلع علينا الشمس وتعشي انت هي لا تنسى. روحي اطلبيها منه سل فيها برك. يا اخي قلتي لي بلي واحد الوقت باغي يخطبك. والله كون نجيب لك ماشي الفرس نتاع ولد عمي بوراق بجنحيه ماك رابح. وجه الجر وين على بالك؟ ياك خيلي تسبق. لا انا اللي راح نجري، انت سلفي الفرس وما تخافيش، وانا عليا بالمية دينار. يا راجل بركه ما تخرف، انا ماني راح لولد عمي وانت ماك رابح، واذا هبلت روح هبل بعيد. هبلت هبلك ان شاء الله، من قبلت وانا نحاول فيك. والله والله يا لو كان نربح غير نطلقك ونعاود عليك الزواج. انا نقول لك والله ماك رابح ولو تتسابق مع روحك. ها وجهي يوم الجمعه تجي عيسى واش يدير غير نبيع حوايجك واش يديروك معايا انا الغبار يطير. يا خلايا وجه الشر، الكسرات حرقت. وزوج عجولة، وعلاش ما تهدرش من الاول يا زوجي العزيز؟ وكاش ما خليتيني نهضر. درك نروح نشوف البغله واش خصها، نحمم لها ونغسل لها ونمزد لها عظامها ونفرش لها فراشي اذا حبيت. مالا نوضي نوضي، البغله راهي تستنى. اما لا تبقى على خير يا جاري، وسمح لنا وسمح لنا اذا قلقناك. ما كان فيها بس يا جاري ما كان فيها بس. ونزيد نوصيك، جرب جرب الحمار، ما تدريش الرزق راهو بيد ربي. يا الحواس يا صاحبي، انا حماري من الدار للسوق يعمل نص نهار. مالا بسلامه بسلامه. هيا امشي امشي. هيا واش هذا اللي خصو؟ دبرت عليه دباره مليحه، حمار كيفو كي مولاه، لو كان يربح انت بالبغله تاعك رايح تطير. هكذا لونجا ودايره جنحين، لو كان تزيد لها غير 100 دينار رايحه تولي فرعون. خلاص بديتي، هيا الدار الدار نكسر لك فمك. فهميني واش اللي رجعك من دار باباك؟ يا مرا كوني عاقله، حبيتي تضحكي عليا الناس وفرسان المدينه. زيد جرب جرب يا شحا ما تدريش. شوف احنا رانا محتاجين مال، وحمارك لاباس بيه وقادر يدير لنا المعجزه. المعجزه شحال تامنوا بالمعجزه؟ الحمار حمار والحصان حصان. ما تخلطيليش راسي، انا قلت لك محال يربح. وزيدي يربح يربح بالحيله، يعني انت نقصتك الحيله. كلها غير تجرب يا شحا، شوف سيدي ديرها لعبه ومعليش تخسر. كما قال لك جارنا، الرزق والربح راه مكتوب ربي. حبيتي انتيا يضحكوا عليا الناس في كبري، شحال فهم. اللي يتمنى خير من اللي يستنى، والا والله غير نغضب ونروح عند ما. امك واش دخلنا واش دخلنا في الحكايات هذه؟ واش دخلها امك فينا؟ اسمعي اسمعي
خلاص خلاص صح، هاتوا نروح نسقسي على هذا السباق ونشوف شكون اللي فيه. اوه يرحمها ربي. دركا انا شحت واش دارت لي زوجتي ماكله سهله مهله واللي حب لك خاطرك. واش هو استنى صح نروح نشوف هذاك الحمار واش يخصو ونجيك. الحمار انا نظن قررت تشارك في السباق مع الجماعه. ممكن يا سيد القاضي ممكن، لكن قبل هاد الشيء حبيت نستفسر على مكان السباق وطول المسافه. جحا به حمارو مليح قايد العسى اشرح لهم مراحل السباق ومسافته. سهل يا سيد القاضي، الانطلاق يكون يوم الجمعه من مخرج المدينه من الشرق، تمتد المسافه حتى للزاويه، والرجوع يكون من الجهة الغربية. هذه هي مسافة سباق يا سيادة القاضي. شكرا. واللي يدخل الأول عنده الجائزة تستنى فيه في ساحة المدينة. الآن إذا كاش ما عندكم استفسار أكثر تفضلوا. كيفاش نقدروا نعرفوا يا سيادة القاضي الفاس اللي خرج من المدينة يوصل للزاوية ويرجع؟ سهلة. حطينا على طول المسافة حراس، وزيد قايد العسة يكون حاضر في عين المكان باش يشهد. سيد القاضي في الحقيقة أنا عندي مشكل، أنا باغي نشارك وما عنديش فرس، نقدر نشارك مع الفرسانة؟ المهم ما تشاركش بكاش سبع ولا لبا، هم قادرين يأكلونا الخيل والفرسان. لو كان نلقى نعجة راني مليح. أنا أقول لك دير كيما جحا، لازمك حمار هرم وخرف، حمار حبل وعادي يشوف يروحو حصان. كي مولاه اصبح يشوف يروحو فارس من الفرسان. والله وبالله حرام ما تشوف غير الغبار يطير، ولو كان نربح والله غير نطلق مرتي. لو كان تشارك بناقة ولا جمل ونشوفوا شكون اللي يضحك على اخوه. المثل يقول يا تجارنا الكبار لا تسرج حتى تلجم، وعقد عقدة صحيحة ولا تنطق حتى تخمم لا تعود لك فضيحة. خلاص يا جماعة تقدروا تروحوا، والملاقات نهار الجمعة. ايه مشكل مشكل ايه تشوف شديد هذه ماي غير هضره برك. على حساب الشوفه يا جماعه، الهديه من نصيبنا ما كان لا نتقلقوا. هاي يلا الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. شوف 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 شكون هذيك. هذه مرت عيسى، واش دير هنا؟ ردوا بالكم تشوفنا، مسألة الخيل فارية، مازلت البهايم والزيلان تاع الحواس. يا يترك عليك هذا الهضرة، واش من بهيم اللي قادر يربح؟
وزيد مرت عيسى راهي قايمه بهم. انا اللي محيرني اش حيشارك بحمار. انا نقول عنده حيله خبيثه ولا كاش فكره، لازم نردوا بالنا منه ونحلوا عينينا. وانت على خايف يا ام خلصوا صلات؟ اني نشوف فيهم جايين. اسمعوا، حد ما قال لحد، انتوما ما شفتوا وانا ما سمعت، متفاهمين؟ متفاهمين. لازم تجي الاول، راني معوله عليك، فهمت؟ رانا كل معاك يا وانا راجلي عنده زايله قادره وما هدرت. يزي يا مره ما تحلمي. انا بالعكس، مولا بيتي ماذا بيا ما يربحش 100 دينار اول حاجه يعاود بها الزواج. واش سي عيسى؟ انا راك واجب البهيم العبر نتاعك. ايه درك تشوف سي عيسى واش يدير بالبهيم العبر. والله والله صحيت. راكم واجدين يا رجاله، راكم عارفين الهديه. الاول اللي يفوز ويرجع لهنا يفوز بهذا الكيس، والباقيه راهي معروفه. يلا اعطيني والله غير انطلق. اي انا قلت بالحق عليه. بو على داك عيسى وبهم والعور. انا نقول موانسين بعضهم بعض. واش حا اسمعي يا جارتي، النتيجه من بعد نشوفوها، فهمتي؟ ونشوفوا شكون اللي يربح. رجعي يا مرا رقدي. ها شوفي، ما بقى غير عيسى واش حيبانوا والحواس. يا حماري يا ويلي السنة يا سنة يا حماري يا سنة يا للعقة. أنا أقول لك واحد من التجار هو اللي يربح. هيا نسرهنو نسرهنو. مدريش هم هدو ومشاو هاد تشوفي في نص الطريق برك. إيه ومن بعد نسرهنو. إيه إيه نسره. هيا هيا فيها هزر. شحال راني نقول لك غير ما تعوش عليا. محال نلحقهم محال. نكون مالونجا ما نشارك لا غالب لا نرضيها، بصح لازمك دير شويه مجهود يا حماري. كيفاه هذا كامل ماشي مجهود؟ صح شد روحك. خلاص يا جماعه خلاص، تقدروا تقولوا الهديه كامله جامله راهي ليا. كيفاه ليك؟ حبيت تقول لينا 100 دينار زوج عجول وزوج خرفان، وتفاهمنا نتقاسموهم بالتساوي مهما كان الربح فينا هكذا. بالتساوي الا اللو يعني كيف كيف كيما نقسموه ما طيحش كيف كيف. 100 دينار 100 دينار نقسموها على ثلاثه، والزوج خرفان نقسموهم على زوج خرفان نقسموه. حبس 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 حبس، لازم نتفاهموا. لازم نتفاهموا. Yeah.
والله ودريت هكذا ما تبعتك. الدوخه طلعت لي للراس، دمي يغلي وكرعيا رجعوا مش متخاويين. راك قلتها يا جحا، راك قلتها، الحمار حمار والفرس فرس. انا نقول لجماعة قريب يوصلوا، يهدر شكون راح يفوز. انا في بالي لو كان جحا عنده فرس هو قادر يفوز، لكن هكذا صعيب نعرفوا الفايز. شوف 33 دينار لكل واحد، عجل ليك عجل ليا والخرفان ليه. مانيش موافق، انا ندي زوج خرفان. لا 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 موحال، والدينار اللي بقى شكون اللي يديه؟ انا على خاطر مول الفكره تاع القسيم. انا هو وزيد راني معول نتزوج والعجل نذبحه في ليله العرس وجيت اكل منه. انت يسمى العجل نتاعك. ايه اوكي هذا العجل نتاعي انا، علاش تعرسني بمالي يا خويا؟ راه تدبر راسك في زواجك. وهلا الجماعه طولوا، البهايم والزوايل معليش نقولوا ما وصلوش، بصح الخيل كيفه؟ هذه حلاوه السباق، شوف الناس كلها يتقلقت. ما تتنفسش يا حماري، راهم لاتيين اليوم نفرح لونجا ونقلب الموازين. هيا خلاص خلاص خلاص. هيا في رايك انت كيفاش تشوف القسمه؟ شوف 50 دينار ليا و50 دينار ليك، وانت جزار ادي زوج خرفان وزوج عجول، وهكذا رانا مسالكين. مسالكين مسالكين، واش راك تشوف فيا انا ما نفهمش؟ اسمع ندي الماشي هذا من حقي، انا جزار وتزيد ونزيد ندي معاك من المال 40 دينار لكل واحد، ونزيد ندي 20 دينار. يلا لو انت كرش كبير انت، 33 دينار لكل واحد. هيه عجل ليك زوز خرفان ليه والعجل اللي بقى ليا. مانيش قابل. او الدينار اللي بقى ما حبيتوش تسمحوا لي فيه؟ ولو كنت تسمح انت في الماشيه ونقسموا كيف كيف. يا سما ماهيش فاريه، انا نقول لكم نبيعوا الماشيه والمبلغ نتاعها نضيفوه ل 100 دينار ونتقاسموا من جديد. إيه انا خلطتوها لي خلاص، لازم تفرق بالسيبه على خاطر لو كان يربح واحد فيكم راح يبدل رايو. اوه الحق الحواسه. يلا يا جماعه الهديه راح تطير من يدينا. يلا يلا حواسه يقدر يصير جحا ثاني فات. يا ربي هذيك المصيبه. يا جحا الحق جحا الحق، مستحيل مستحيل. جحا محال كاش مصرى. يا جردي جحا هو اللي راهو جاي. يلا يا جحا يلا. وعيسى وعيسى وينو؟ يا ربي ما يربحش، يا ربي ما يربحش. كيفاش قدر يفوز؟ محال يكون جحا هو اللي فاز، ما شفناش عداسي، محال وصل للزاوية، هذا تحايل. نعميها سيد القاضي، حد ما شافو فات من هنا، هذه فيها حيلة ومكيدة هذه. عجب، كيفاش قدر يفوز؟ أنا شفته، أنا شفته، كي كانت الزايلة نتاعي حاشاكم حارنا، فات عليا جحا وأنا شفته. محال يا سيد القاضي كذاب، هاو كذاب، محال لكان حمار يربح هذا الخيل الجرايه يا سيد القاضي. يا جحا. نعم سيد القاضي. واش تقول في هذا الكلام؟ سيد القاضي، أنا عقبت قدام التجار ولقيتهم متخاصمين على القسمة، ومهما متفاهمين على الدينار، عقبت قدامهم وهما لاتين، وقايد العصا راه شاهد سيد القاضي. أيوا قايد العصا راه هنا. يا قايد العصا
يا قايد العسى. نعم سيد القاضي، التجار راهم يقولوا بأن جحا ما وصلش للزاوية، صح؟ يكذبوا، التجار استعملوا الحيلة والفرسان طاحوا في الفخ، وراهم يطلبوا منك يا سيدي باش تاخذ الثار وإلا ياخذوه وحدهم. إذن جحا هو اللي فاز. يا جحا! أما التجار ما عنديش مانع في أن يثأر الفرسان بطريقتهم الخاصة بدون ما يكون هذا يمس بالنظام العام للعرش. الحمد لله راك بخير، أنا خفت عليك وتقلقت. ما زلت تتبع فيا يا وش الشر؟ ها لو كان سلفتي لي الفرس تاع ولد عمك واش راني لحقت على الحمار تاع جحا؟ ها خلاني هامل هذاك البهيم الاعور، هو لحق وانا ودرت الطريق يا وجه الشر. يا امراه يا امراه، اه يا زوجتي العزيزه، عييت وجعت، هيا نروحوا للدار. جحت والله ما راك كليها من يدي. والله تفضل يا شحا. حواس اليوم العشاء عندي، نشوي زوج خرفان ونديروا عرس كبير، نحتفلوا بالغلة الطيبة ونخرجوا الصدقة ونحمدوا ربي على كل هذا الخير. الليلة راكم معروضين الوعدة كبيرة، يلا يا جماعة يلا. هيا اسمع، رد بالك تروح تصدق هاد المية دينار، أنا نعرفك يا شحا. يا رفيقة العمر، اليد اللي تمد خير من اللي تشد. آه يا ربي. شحا عاودها 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 لك عاودها، اليد اللي تمد خير من اللي تشد. الله غير هذا اليد اللي تشد خير من اللي تمد، اليد اللي تمد خير من اللي تشد، الله غير هذا.